كان فعل ذلك أو هل أقترض بناء على ما سينتج من الصرف الزكي مستقبلا؟ هذا الاقتراض مشروع لأن مصادر السداد معروفة، مش زي المديونية الحالية التي تسدد عجز موازنة، وأنا ليس لدي أي وضوح في توفر مصادر السداد، ولكن في حالة الصرف الزكي القضية مختلفة تماما. شكرا يا صاحبي. شكرا. في أي موضوع الصخر الزيتي في إشارة؟ في أي مداخل على الموضوع ولا توضيح؟ سيد. أوكي. تفضل. هو كان مشروع قانوني 2009 عرض للسنوات تتحول إلى نبت. أقل ما يوصف هذا القانون أنه لا يشجع على استخدام الطاقة المتجددة. أولاً حطوا سيلينج، حطوا سقف لعملية إنتاج الطاقة المتجددة. أنا ما بعرف، يعني أنا قرأت عدة قوانين في عدة دول، ما شفت دولة حطت سيلينج على عملية إنتاج. أيضاً الدول اللي بدأت باستخدام الطاقة المتجددة عالمياً، وبخاصة بريطانيا وألمانيا، أول شيء إذا أنت بتنتج بتاخذ مقابل الإنتاج. بتاخذ مقابل الإنتاج بغض النظر إذا استهلكته ولا ما استهلكته. تأخذ مقابل الإنتاج، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الفائض اللي عندك بعد استهلاكك بيشتروه منك. ففي اللي بينتج لأنه وفر على الدولة عملية الإنتاج. قانوننا لا ينظر إلى هذه القضية بشكل ولا بأي حتى شو اسمه تلميح أو تصريح غير موجود. أيضاً القانون ذكر قضية الصندوق، اللي صندوق يسمى صندوق تأجير الطاقة المتجددة. أنا بعتقد أن لحد اليوم ما شكل إدارة الصندوق، وجود تشكلت من شهرين ثلاثة. الأوروبيين قالوا إن شاء الله يا أخي شكلوا الصندوق حتى ندعمه. لحد الآن الصندوق هذا ما تشكلش، والصندوق نظرية قديمة مش نظرية جديدة، ليست قبل القانون. الصندوق هذا كان موجود قبل القانون، لأنه استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة انحطت في 2004 مش في 2012. وضعت الاستراتيجية المتكاملة سنة 2004 مش 2012. والقانون طلع في 2012 اللي بيحكي لسه بيحكي عن الصندوق اللي أنا قناعتي إنه لحد الآن لم يشكل أو جزء تشكل، ما بعرف عن تشكل أو كان في مشكلة يعينه مدير، واللي بيحكي لي غير هذا الحكي يحكي. كان في مشكلة اختيار مدير للصندوق. مدير كويس. يا بغض النظر. هو دكتور مش من 2004. 2004. نرجع. يا أخي أنا بديت بقطاع بعتبره إنه قطاع جديد اللي هو الطاقة المتجددة. فين وزارة الصناعة؟ فين أصنع هذا القطاع؟ تصنيع قطاع الطاقة المتجددة. يعني والله أنا ما أعرف، يعني قضية إنه أنا بدي أعمل السولار بانلز ولا الإنفرتر طالب في كلية الهندسة بالجامعة الأردنية يعمل الإنفرتر. كان ديزاين الإنفرتر اللي هلا لما بده يروح يعمله واحد بده يروح عند الوكيل الفلاني، يشتريه من الوكيل الفلاني يقولوا له. أنا أي مختبر في داخل أي جامعة أردنية في الطفيلة التقنية they can manufacture هذا الانفرتر شو فيه يعني؟ والسبير والالكترونيك كومبوننتس اللي هي الغالية هذه بيشتروها الماسس حقها 10 سنت و 15 سنت و 20 سنت حقها. فاحنا يعني خلقنا القطاع هذا وبنهتم في القطاع، لكن ما اتخذنا اي شيء لتصنيع هذا القطاع اللي هو فيه الادب الفعلي اللي تفضل فيها الاخ محمد. ايضا ايش انا موضوع اظل الوم الحكومه في القطاع الخاص، يعني قضيه الاندستري هذه مسؤوليه في القطاع الخاص، واحنا دائما نحاول نلوم الدوله انه تتدخل بكل شيء. فالمفروض ان هذا القطاع الدولة يعني يكون دورها مينيمال في عملية التصنيع. فالمفروض القطاع الخاص وزارة الصناعة والتجارة والاستغلال الهيئات المعنية بالاستثمار وتشجيع الاستثمار انه يكون كان هلا يكون في عندنا فلوس من دول الخليج مش عارفين في اي مشاريع نحطها. مش عارفين في عندنا مليارات مش عارفين في اي مشاريع نحطها. ف
يعني بعتقد تصنيع قطاع الطاقة المتجددة هذا من الأولويات المهمة. أيضا يعني بس يعني الأول شيء نشكر كمان الإخوان اللي عبد الورقة، لكن في ملاحظة على الورقة، يعني الورقة ما أعطتنا ما هي الدراسات القديمة اللي هي فعلا اللي كانت تغني هذا القطاع، حتى احنا يعني احنا كان دائما في هذا المجال ان نرجع نطلع على الدراسات القديمه. لم يتم ذكر هذه الدراسات واللي كانت عاده من البنيه الاساسيه للاوراق اللي انتم طلبتوها اليوم، يعني تلخيص الدراسات القديمه سابقا ومن في هذا القطاع. يعني احنا بنحكي انه في عندنا ورقه عده عن استراتيجيه القطاع، انا بعتقد هذه ورقه مهمه. ايضا اللي بدرس قطاع الطاقة، مين أكثر قطاع من القطاعات يستهلك الطاقة؟ قطاع النقل 40% من طاقتنا بتروح في قطاع النقل. لم يتم التعرض إلى هذا القطاع لا من قريب ولا من بعيد. أنا موجود الدراسات أنا بحكي عن الورقة اللي بيني وبينها ذكرت قطاع النقل بعبارة واحدة، قطاع النقل يستهلك 40% من الطاقة. النقل الخاص. الرقم مش صحيح بس لأنه. كمل. هذا اللي موجود في الأوراق المعتمدة. في 40% من قطاع النقل. يعني وجدت أيضاً دراسات جيدة للأجندة الوطنية. الأجندة 2020. هذه دراسات كلها تعرضت لقطاع الطاقة بشكل كبير. الورقة غير باتجاه الكهرباء. الورقة غير يعني الورقة بايس. باتجاه قطاع الكهرباء. ملاحظة بسيطة، المرأة الكهربائية الفاضلة